لكن نظرة تحليلية على أداء المؤشرات وأسباب استمرار هذا التراجع القوي للسبعين والأوسع نطاقا والاتجاه العرضي للمؤشر الرئيسي. أنا أتعرف على كل هذه التفاصيل في لقائنا الآن مع الأستاذ خالد نجاح خبير أسواق المال. أستاذ خالد بداية مرحب بحضرتك معنا. أهلا بيك. يعني أول سؤال، إيه اللي بيحصل في البورصة؟ إيه أسباب هذا التراجع؟ يمكن كنا بنشوف اتجاه عرضي للمؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30، لكن النهاردة بقى فيه تراجع قوي للسبعيني والأوسع نطاقا، إيه أسباب هذا التراجع؟ أسباب هذا التراجع إن في ورق كتير في مؤشر السبعيني عمل ما يقرب من 200 و300% صعود، دي حاجة أنا بعتبرها حاجة ظاهرة صحية. العمليات البيع المتكررة في دي، تبديل مراكز شرائية في بعض الأسهم، دي حاجة. الحاجة التانية وده الأهم، إن السوق لما بينزل المارجن بيعلى في الشركات، فدي تعتبر عمليات بيعية أيضا من الشركات عشان نسبة المارجن. ممكن نشرح بشكل مبسط معنى المارجن وإيه اللي بيحصل فيه بالظبط؟ تمام. بالنسبة للمارجن، مثلا أنا حطيت مثلا 100,000 جنيه، خدت عليهم مثلا 100 زيهم كده، أنا نسبتي 1 to 1. لما السوق بينزل هتبدا ان النسبه كده هتعلى، مش هتبقى 1 تو 1، هتبقى مثلا لو السوق نزل مثلا 10 او 20% لتحت هتبقى انا كده نسبتي عليت، هتبقى 1.5 لـ1 مش 1 تو 1. تمام. ان المديونيه زي ما هي، بس انا محفظتي هي اللي قلت، فبيحسبوا هم بيقسموا المديونيه على نسبه المحفظه. تمام. فبتظهر عندي انها 1 تو 1، او في بعض المحافظ دخلت على 1 تو 2، فعشان كده دي احنا بنسميها مارجن كول، او بعض الشركات بتخش تبيع للعملاء عندها في اسهم اي جي اكس 70 عشان خاطر تبدأ عملية تظبيط المارجن عندها بالنسبة للعملة. تمام. طيب ده بالنسبة للسبعيني والأوسع نطاق، لكن احنا ملاحظين ان المؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30 يعني مستمر في اتجاه عرضي، ما بين كنا بنتكلم الأول عن 11300، النهاردة وصلنا ل 11200 لحد أعلى مستوى المقاومة كان 11600. نقدر نقول لحد إمتى هيستمر الاتجاه العرضي اللي بيسيطر على أداء المؤشر الرئيسي؟ احنا عندنا نقطة يعني دعم قوية في 11200 دي، لو اتكسرت هنروح 10800، وفعلا زي ما حضرتك قلت احنا اعلى حته جبناها الفتره الاخيره دي كان 11600. كان في متوقعين كتير جدا من المحللين الفنيين يعني ان احنا نوصل لنقطه ال 12000، ولكن يعني ممكن نعتبر زي ما قلت لحضرتك يعني احنا محتاجين قوه او محتاجين بعض السيوله الاخرى في السوق. الفتره فاتت السوق طلع جامد، فالمارجن تضخم والاسهم تضخمت، فما عادش في سيوله كافيه ان انت ترجع تاني تاخد السوق ويكمل بيك لفوق شويه. فلازم يعني ايه العمليات التصحيحيه اللي احنا فيها حاليا دي انا بعتبرها ظاهره صحيه بس. فاعتقد يعني ممكن ان احنا يعني هيبقى الاتجاه عرضي الفتره الجايه، يعني اللي احنا شفناه النهارده ما اعتقدش انه ممكن يتكرر تاني. يعني بالنسبه لان الجلسه النهارده كانت في موضوع البيع الاسهم كانت عنيفه قوي يعني. طيب لو رحت مع حضرتك بعد كده لاداء القطاعات، ويمكن خلال الفتره الاخيره بنتكلم دايما عن اللي بيكون في صداره القطاعات والاكثرها نشاطا هو قطاع العقارات، لو ربطنا ده بمبادره السيد الرئيس بالامس واعلانه عن البنك المركزي لبلوره مبادره جديده بفائده 3% ومده 30 سنه، سريعا ايه ده ممكن ياثر ازاي في المستقبل القريب او حتى على المدى البعيد على اداء البورصه خاصه في قطاع العقارات؟ طبعا تاثيره طبعا على المستوى القريب ان هو هيبقى ايجابي جدا على شركات العقارات. انت بتخلق لهم شغل، بتفتح لهم سوق كبير جدا، دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا القياده السياسيه مشكوره جدا على المبادره دي، طبعا مبادره ايجابيه جدا هايله، يعني بيخفف من على كاهل الشباب او الناس عامه يعني. فلا انا شايف طبعا التاثير ايجابي جدا، وبالذات ان انت بتفتح سوق، يعني احنا بنفتح اسواق قويه جدا في قطاع العقارات ده بالنسبه للبنى والتعمير الصحراء والحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها بقالنا فتره. ففعلا الرئيس السيسي فعليا الحاجات دي بتتحقق حاليا. احنا كنا على طول من زمان يعني نسمع تعمير الصحراء، احنا ده اللي احنا شايفينه دلوقتي. نعم. بالنسبه للقطاع العقاري هو اول حاجه فعلا شغال بقالنا فتره فعلا. تاني القطاع المالي اللي هو الغير مصرفي ده برضو طبعا الاسهم بتاعته الى حد ما بتبقى نشطه، بتبقى اسهم مؤسسات، فده اللي بيحرك السوق شويه لفوق. بس يعني اللي انا شايفه يعني الفتره اللي احنا فيها دي ده يعني ايه فتره برضو الى حد ما السوق هيبقى فيها ماشي عرضي، حته برضو منطقه حساسه اللي احنا فيها دي يعني. تمام. استاذ خالد نجاح خبير اسواق المال، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم من داخل البورصه المصريه تفاصيل اداء جلسه اليوم واسباب هذا الاتجاه المتراجع والعرضي لمؤشرات البورصه المصريه. بنشكركم على طيب المتابعه وعوده اليك دينا مره اخرى. شكرا لك يا امينه ولضيفك الكريم.